إن شاء الله راح نتكلم عن درس مهم جدا، عن أهمية معرفة السبب عند الإصابة الطفل بالتهاب الحلق. التهاب الحلق مهم معرفة أسبابه. أنا ما عرفت ما هي أسباب التهاب الحلق التي يمكن أن تكون وراء الإصابة الطفل، راجعة إلى أمراض بكتيرية أو فيروسية. يمكن أن تكون معرفة هذه الأسباب عملية. طبعا ما هي الطرق علاج التهاب الحلق عند الأطفال؟ طبعا صعبة جدا أنك تعطي أو توصف للطفل مضاد حيوي بدون فحص. من الواجب قيام بزيارة الطبيب الأطفال، لذلك سوف يقوم طبيب الأطفال في كثير من الأحيان بعمل اختبار للبكتيريا عندما يشكو الطفل من وجود التهاب في الحلق. إن هذا الاختبار مهم جدا، وأيضا اختبار استثنائي، بسبب أن حقيقة أن عدد قليل من أنواع التهابات الحلق عند الأطفال يمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية. إلا أن التهاب الحلق البكتيري، معظم أنواع التهابات الحلق الأخرى لن تكون بحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية، أو أنها قد تحتاج إلى أنواع من العلاج مثل مضادات الحساسية، أو مضاد نوع من أنواع المضادات الحموضة أو المعدة. من الضروري استشارة الطبيب، لأن بعض الأمراض ممكن تكون راجعة بسبب الفيروسات، فهذا يعني المضاد الحيوي ما راح ينفع مع هذا الفيروس أبدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وأتمنى أنكم استفدتم من بعض هذه النصائح والمعلومات المبسطة.